وهنا تحديدا انا بتكلم على ميثاق شرف اعلامي، لكن لو حضرتك ركزتوا في اللايف هتلاقوا ان زينب كانت منفعله، يعني وارد جدا ان احمد حسن يكون عمل كده من ورا زينب، بيقدم محتوى نقد بناء، يعني بيسلط الضوء على سلبيات في المجتمع عشان يبقى في تحرك من الاجهزه الرقابيه في الدوله ويحلوا الازمات دي. عبد الرحمن خالد والبنت نشروا في نفس التوقيت في وقت واحد، وانه ثبت التعليق بتاع البنت، لان ده قضيه تشهير مكتمله الاركان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتكلمت مع حضراتكم في حلقه امبارح على لايف احمد حسن وزينب، لكن بعد ما عملت حلقه امبارح فوجئت بردود افعال متباينه ما بين مؤيد وما بين معارض، فحبيت ان انا اعمل مع حضراتكم الحلقه دي تحديدا عشان نناقش مع بعض الموضوع ببساطه وكل واحد يقول وجهه نظره سواء متفق معايا او مختلف معايا، لاني لقيت اسئله كتير وتبريرات كتير من الطرفين سواء مؤيد لاحمد حسن او معارض لاحمد حسن. بس في كام سؤال كده عايزين نناقشهم مع حضراتكم في حلقه النهارده. هل اليوتيوبر عبد الرحمن خالد محتاج اللي هو يطلع ويهاجم احمد حسن عشان يعمل ترند ولا لا؟ سؤال تاني ومحتاج اجابه، ليه احمد حسن طلع وقال اللي هو مسجل مكالمات ومع ذلك مش هينشرها لكن هيوديها في حته تانية؟ وهل فعلا احمد حسن هيوديها في حته تانية ولا لا؟ سؤال اخير وهنجاوب عليه برضه في حلقه النهارده، هل البنت اللي ادعت على احمد حسن كلامها مظبوط ولا كلامها مش مظبوط؟ وهل عبد الرحمن خالد ليه علاقه بيها ولا ملوش علاقه بيها؟ وايه اللي يخلي احمد حسن يطلع على مواقع التواصل الاجتماعي ويهاجم مقدمي المحتوى وتحديدا بتوع الرياكت؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده، استنوني بعد الفاصل. لو انتوا اول مره بتشوفونا يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتشوفه. فضلا وليس امرا يا ريت حضراتكم توقفوا مقطع الفيديو وتنزلوا تدوسوا لايك، لان اللايك بيساعد على انتشار الحلقه. والكلام اللي هتكلم فيه في حلقه النهارده كلام مهم جدا وهوضح امور يمكن اول مره تتقال على السوشيال ميديا. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الكلام. اول سؤال حابب ابدا بيه حلقه النهارده واللي توجه لي في الكومنتات واللي اتكرر كتير قوي، هل انت مع احمد حسن ولا ضد احمد حسن؟ هل انت مع عبد الرحمن خالد ولا ضد عبد الرحمن خالد؟ لازم اقف مع حضراتكم هنا في النقطه دي تحديدا ونتكلم شويه قبل ما نخش في الموضوع. اذا كنت انا بطلع دافع عن اي حد من مقدمين المحتوى سبق وكنت اتكلمت مع حضراتكم وقلت ان انا ضد التطاول او الاساءه لاي من مقدمين المحتوى، وهنا تحديدا انا بتكلم على ميثاق شرف اعلامي. اكيد حضراتكم عارفين ان احنا زملاء كلنا مع بعض على منصة إعلامية واحدة، وأي مشكلة مش مكانها العام، مكانها الغرف المغلقة، ممكن ليها تتحل. وده اللي خلاني في بدء الأمر أطلع أدافع عن أحمد حسن وقلت إن البنت دي مزقوقة عليه علشان تسجله المكالمات وتاخد السكرينات شوت دي علشان تتشهر على حساب أحمد حسن. ودي الحقيقة يا جماعة، لأن لو دخلنا على قناة سما دي هنلاقيها قناة لسه مبتدئة جديد وما فيهاش أي مشتركين، فلما تطلع تهاجم واحد زي أحمد حسن وتقول له هو كان في علاقة بينها وبينه أكيد كل الأنظار هتتوجه لسما. ودي كانت وجهة نظري في التوقيت ده، وقلت ان انا ضد التطاول او الاساءه لاي من مقدمي المحتوى، والبنت دي كده بتتهم احمد حسن. لحد هنا والامور ماشي، لكن فوجئنا ان احمد حسن طلع باللايف اللي حضراتكم شفتوه وبدا يهاجم كل مقدمي المحتوى وعلى راسهم عبد الرحمن خالد. طب ليه عبد الرحمن خالد تحديدا؟ كنت اتكلمت مع حضراتكم وقلت ان عبد الرحمن خالد بيقدم محتوى نقد بناء، يعني بيسلط الضوء على سلبيات في المجتمع عشان يبقى في تحرك من الاجهزه الرقابيه في الدوله ويحلوا الازمات دي، والدور اللي بيعمله عبد الرحمن ده دور اي منبر اعلامي صادق. يعني بمعنى اصح لما نشوف حد بيضر بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه لازم نطلع ونتكلم، لان ده دور اي منبر اعلامي. بس السؤال هنا، احمد حسن طلع في اللايف وقال اللي معاه مكالمات مسجله بينه وبين عبد الرحمن خالد واللي هو مش هينشرها على السوشيال ميديا وهيوديها في حته ثانيه. عايز اقف مع حضراتكم عند النقطه دي تحديدا ونتكلم شويه كده. لو افترضنا حتى ان احمد حسن معاه تسجيلات بينه وبين عبد الرحمن خالد بتاكد الكلام اللي هو بيدعيه، انا بقول لحضراتكم ان احمد حسن ما يقدرش ينشرها على السوشيال ميديا ولا حتى يقدمها في بلاغ رسمي ضد عبد الرحمن خالد. كل الكلام اللي بيحصل ده كلام على السوشيال ميديا، لان التسجيلات دي حتى لو موجوده وحقيقيه فما فيش اذن من النيابه بالتسجيل لعبد الرحمن خالد، فالكلام اللي عمله احمد حسن يعاقب عليه قانون. طب ليه احمد حسن طلع وقال الكلام ده على السوشيال ميديا؟ لان اول حاجه الناس هتطلبها منه ايه؟ هتقول له اعرض التسجيلات الصوتيه، فيبدا يوجهكم ناحيه ايه؟ اللي احنا هنقدمها مثلا في بلاغ رسمي، والكلام ده مش هيحصل لان مفيش اذن من النيابه بتسجيل المكالمات بين احمد حسن وعبد الرحمن خالد، فالكلام ده غير منطقي بالمره. طب انت هنا بتدافع عن عبد الرحمن خالد؟ لا، انا ما بدافعش عن عبد الرحمن خالد، انا بتكلم عن ميثاق شرف اعلامي. النهارده لما تبقى في مشكله بين عبد الرحمن خالد واحمد حسن، بدل ما يطلع يهاجمه على السوشيال ميديا ويقول له في مكالمات واللي انت بتزتني، لا، ممكن ارفع سماعه التليفون على عبد الرحمن خالد واقول له اللي انت عملته ده ما يصحش، والحقيقه 1 2 3 ده المفروض اللي يحصل. لكن انا اطلع بلايف
وابدا اتهم عبد الرحمن خالد هو وكل مقدمين المحتوى، ونحط تحت كل مقدمين المحتوى اللي بيعملوا رياكت مليون خط. يا جماعه انت كده ما بتهاجمش شخص، بعيدا عن الاسماء وبعيدا عن التوجهات، انا بتكلم في العموم. ما ينفعش ان الموقف ده يحصل على منصه اعلاميه او على منصه اليوتيوب، كلنا زملاء مع بعض، وما ينفعش ان احنا نطلع نهين بعض على السوشيال ميديا. طب في ناس هتيجي تقول ان المحادثات اللي كانت البنت عرضها مفبركه، واللي كل الكلام اللي قالته البنت على احمد حسن كلام مفبرك وكلام مش حقيقي. انا اتفق تماما مع حضراتكم في الراي اللي بنسبه 100% البنت دي هدفها الاول والاخير من ورا احمد حسن اللي هي تتشهر على حساب احمد حسن. بس السؤال هنا، اشمعنى احمد حسن ذكر اسم عبد الرحمن خالد تحديدا وبدا يتكلم على جروبات على الواتساب بين مقدمين المحتوى اللي هم متفقين مع بعض علشان يطلعوا يعملوا ترند ويعملوا الكلام اللي هو بيقوله ده؟ هل يعقل الواحد عنده 1,400,000 مستني اللي هو يطلع يتكلم على احمد حسن عشان يجيب مشاهدات؟ اعتقد لو واحد عنده 1,400,000 متابع لو اتكلم في اي حاجه فهو عنده ناس بتسمعه، عنده قاعده مشاهدين، اي موضوع هيتكلم فيه او هيسلط الضوء عليه الناس اللي عنده والمشتركين اللي عنده هيسمعوه. فاعتقد ان عبد الرحمن خالد مش محتاج اللي هو يعمل ترند عشان يتشاف او عشان يجيب مشاهدات، فالكلام ده غير منطقي بالمره. طب معنى كده اللي انت ضد احمد حسن وضد كل الكلام اللي قاله في اللايف؟ لا يا جماعه، انا مش ضد احمد حسن. انا دايما بقول لحضراتكم من حق اي حد يقدم محتوى على قناته ادام المحتوى اللي بيقدمه ما بيضرش بحد ولا بيسيء لحد. النقطه الفيصل اللي انا من حق اطلع وانتقدك واقول لك انت بتعمل حاجه غلط لما انت تكون بتعمل حاجه بتضر بالمجتمع او بالناس، فهنا لازم اطلع انتقدك واقول لك الكلام اللي انت بتعمله ده غلط، لان انت ما بتضرش بنفسك بس بتضر بكل المجتمع اللي حواليك. طب معنى كده ان الكلام اللي قاله احمد حسن وزينب في اللايف حقيقي ولا مش حقيقي؟ وارد الكلام اللي قاله احمد حسن في اللايف يكون حقيقي وكون البنت دي بالفعل اتواصلت معاه وبدات تجرجره في الكلام عشان تعمل التسريبات دي. نفس الموقف اللي حصل مع مين؟ مع جبس مصر. فاعتقد للوقت اي واحده عايزه تبقى مشهوره بتبدا تروح للناس المشاهير وتبدا تحاول تعمل معاهم فضيحه زي ما حضراتكم شايفين كده عشان تبقى مشهوره وتبقى معروفه. وبالفعل يا جماعه عشان نكون صراحه مع بعض، احمد حسن وزينب هم يوتيوبر ناجحين وعندهم 7 أو 8 مليون متابع وليهم قاعده كبيره من المشاهدين، سواء المحتوى اللي بيعملوه بيعجبني او لا فدي حاجه خاصه بيهم، والمحتوى اللي بيقدموه حاجه خاصه بيهم انا ما اقدرش ان انا اتدخل فيها. لكن لا اقدر لازم اطلع واتكلم وانتقد فيه لما انت تطلع تتكلم على حد من زمايلك. زي ما انا رفضت قبل كده ان البنت تطلع تشوه صورتك، انا برضو برفض ان احمد حسن يطلع على السوشيال ميديا ويشوه صوره زميل لي. اعتقد ان حل المشاكل دي مكانها الغرف المغلقه مش السوشيال ميديا. انا عذرك ومقدر الموقف اللي انت فيه، لان مفيش اي حد يقبل الموقف اللي حصل ده ولا اللي حد يتهمه في شرفه، وخصوصا ان انت راجل متجوز وعندك اولاد. لكن لو حضرتك ركزتوا في اللايف هتلاقوا ان زينب كانت منفعله، يعني وارد جدا اللي احمد حسن يكون عمل كده من ورا زينب. بس ايا كان، حتى لو هو عمل كده من ورا زينب فانا بحييها على الموقف اللي هي عملته واللي هي وقفت جنب زوجها لحد النهايه لحد ما المشكله دي تعدي. اخر حاجه حابب اتكلم فيها في حلقه النهارده، جالي كومنتات كتير بيقولوا اللي عبد الرحمن خالد والبنت نشروا في نفس التوقيت في وقت واحد، وانه ثبت التعليق بتاع البنت. بالنسبه لموضوع نشر الفيديوهين مع بعض دي، فاعتقد ان الكلام ده مش صحيح يا جماعه، هو ممكن يتنشر في نفس اليوم لكن مش في نفس الوقت. اما بالنسبه لتثبيت التعليق في الكومنتات بتاعت عبد الرحمن خالد، فاعتقد ان انا لو عملت مقطع الفيديو اللي حضراتكم بتتكلموا فيه ده واحمد حسن دخل علق عندي حتى لو كان هو بينتقدني، فاعتقد ان انا من المهنيه اللي انا ثبت تعليقه عشان حضراتكم تشوفوا الراي والراي الاخر. الغريب بقى اكتر اللي احمد حسن طلع قال اللي هو عنده فويسات بتاكد اللي كان في اتفاق بين عبد الرحمن خالد والبنت، واللي عبد الرحمن خالد والبنت كانوا متفقين عشان يطلعوا الموضوع ده ترند عشان الارباح. ده على حد كلام احمد حسن. هل يعقل ان انا متفق مع واحد عشان نطلع موضوع ترند ونتشهر المحادثه اللي بيني وبينه دي تطلع تروح لاحمد حسن؟ طب ازاي هما متفقين مع بعض ومقطع الصوت ده وصل لك؟ مش بس كده، كمان البنت طلعت وبتاكد اللي هي رفعت قضيه على احمد حسن، مع العلم اللي انا سبق وقلت لحضراتكم اللي عملته البنت ده يعاقب عليه القانون، لان ده قضيه تشهير مكتمله الاركان ومن حق احمد حسن اللي هو يرفع عليها قضيه. لكن على النقيض، لو احمد حسن عمل كده فانا بطالب بتطبيق اقصى عقوبه عليه. لكن لو البنت بتدعي على احمد حسن انا بطالب بتطبيق اقصى عقوبه عليها. احنا بنتكلم هنا عن ميثاق شرف اعلامي، يعني كل واحد يا جماعه ما يطلعش يهاجم حد الا لو في ايده دليل او حكم قضائي. اللي يفصل في الموضوع ده مين؟ هو النيابه العامه بعد انتهاء التحقيقات. انا بقول لحضراتكم وجهات نظر، لكن الامور القانونيه اللي يبت فيها هي الهيئات القضائيه. دي وجهه نظري، وارد تكون صح وارد تكون غلط، الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. ولحد هنا خلصت حلقتنا. ياريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.